طيب، هناك ضغوطات كثيرة نريد أن نتحدث عنها، ولكن أحد هذه الضغوطات حتى على حماس هي قامت بطوفان الأقصى من أجل الأقصى، ولكن بالأمس نجد مسيرة الأعلام تدخل الموت للعرب، هتافات عنصرية، انتهاك لمحلات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن حدث بالأمس أكبر عملية اعتقال منذ 7 أكتوبر في الضفة، 60 فلسطينيا يتم اعتقالهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. كل هذه الضغوطات كيف ستؤثر على حماس وكيف ستؤثر على السلطة الفلسطينية بالأساس، ولماذا تذهب إسرائيل إلى عض الأصابع بهذا الشكل؟ يعني إسرائيل بالنسبة لهذا المجال الآن هي الفرصة الذهبية، خاصة نتحدث عن من يحكم المشهد السياسي داخل دولة الاحتلال، بمعنى الصهيونية الدينية التي وصلت إلى أعلى المراتب لا يمكن أن تتراجع الآن أمام هذه الفرصة الذهبية من أجل تحقيق كل أهدافها. سموتريتش الذي إذا خرج من الحكم قد لا يعود مؤبدا إلى دائرة القرار. بن غفير هذه فرصة ذهبية لممارسة سادية تجاه الشعب الفلسطيني وحفظ الدفين، خاصة أنه من أبناء وأحفاد بئر الكهانة، وأن أستاذه جولدشتاين الذي قام بمزرعة الحرم إبراهيم، وبالتالي لا يرى في هذه الأرض إلا أرضا يهودية، وبالتالي كل ما هو غير يهودي يجب القضاء عليه، حتى الفلسطينيين الموجودين داخل الأراضي المحتلة عام 48، ورأينا كيف قام بهدم كل أراضي العراقيل في النقب، وكيف يستهدف الفلسطينيين في منطقة الجليل الأعلى ومنطقة حيفا وتلك المناطق وفي القدس. هذه الفرصة الذهبية الآن للمستوطنين في قضية هدم القدس والمسجد الأقصى من أجل بناء الهيكل، وما رأيناه بالأمس في قضية المسيرات هي جزء من الدعاية التي والرسالة التي يريد إيصالها هذا اليمين الذي يتحكم بالمشهد السياسي، بأنه هذه طبعا هذا احتفال بقضية السيطرة على القدس، وهو اليوم الكبير في قضية استعادة القدس إلى دائرة الاحتلال. طبعا هذه الرسالة بالنسبة للصهيوني الدينية من أهم الرسائل الآن، هي توجه 3 رسائل. أولا يعبر عن حالة التعبئة التطرفية المتطرفة لهذا اليمين الذي يحكم المشهد السياسي والذي ينعكس على سلوك الأفراد داخل المجتمع، وبالتالي الآن أصبح المستوطنون في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل أخطر مما يحدث داخل قطاع غزة، وسنشهد انفلات هذه المجموعات في الأيام القادمة بشكل أوسع وأعنف. ثانيا هو جزء من الرسالة بأنه الاحتلال يحاول أن يصور بأنه لديه القوة والسلطة لا زالت، وهذا ما يرى بقضية مسيرات الأعلام في كل المناطق وخاصة في القدس داخل المسجد الأقصى. في قضية سؤالك وهذه الرسالة الثالثة بأنه هو يحاول أن يجعل السلطة أكثر استسلاما عبر الضغط عليها بقضية الإفلاس وقضية القرصنة لأموال السلطة من المقاصة والضرائب، وهذا أيضا الآن أصبح الاحتلال يدرك أنه هذا خطر قد يعني وقنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه السلطة في وجه الاحتلال، خاصة أن الضفة الغربية التي يعني تقيدها عدة عوامل من الانطلاق كغزة في المقاومة تجاه هذا الاحتلال قد تصبح الآن مليئة بالأموال الإيرانية كما يتحدث الإعلام العبري، إذا لم يتم الإفراج عن الأموال التي تحتاجها السلطة الفلسطينية من أجل أن تبقى قوية في منطقة الضفة الغربية. لكن الحقيقة بأنه الاحتلال لم يتوقف، يعني حتى في الضفة الغربية أنت تتحدث عن 60 معتقلا أخي عامر منذ 7 أكتوبر، وحتى هذه اللحظة لم يكن في الضفة الغربية 7 أكتوبر، لكن هناك 5000 معتقل منذ 7 أكتوبر داخل الضفة الغربية، هناك آلاف الدنومات من الأراضي تم مصادرتها وعدة بؤر استيطانية تم إقامتها وتوسيعها، آلاف الاعتداءات من المستوطنين ومن القطعان المسلحين الذين سلحهم بن غفير بالآليات والرشاشات من أجل قتل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وبالتالي لا أفق للسلام مع هذا الاحتلال إلا بمزيد من مقاومته. هذا هو الحل الوحيد الذي يريد أن يجعل بن غفير الصورة الوحيدة للشعب الفلسطيني أمام الرأي العام الدولي. يعني يوجد هناك الآن أخبار عاجلة تتوردها قنوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم دخول مبنى البرلمان في جنين، لا أعرف في جنين هل يوجد مبنى برلمان فلسطيني أم مبنى برلمان آخر؟ يعني هذا أحد المباني التاريخية داخل مدينة جنين، لكن حتى وإن دخل يعني هذا جزء من الانتصارات الوهمية التي يقوم بها الاحتلال في مناطق جنين، هو الآن يقوم بسياسة عقاب جماعي لكل المدن الفلسطينية التي يوجد بها مقاومين لهذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الإحلالي التوسعي على مدار 75 عاما من هذا الاحتلال. الآن أي مقاوم فلسطيني يخرج في مدينة معينة سيتم معاقبة تلك المدينة كنوع من العقاب الجماعي لردع
من يفكر في مقاومه هذا الاحتلال، ولكن الشعب الفلسطيني لا يأبى لذلك. يعني اليوم نتحدث عن الذكرى 57 للنكسه، بمعنى 57 عاما بعد احتلال هذا الاحتلال لبقيه الاراضي الفلسطينيه التي لم يحتلها عام 48، ولا زال الشعب الفلسطيني منذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظه متمسكا بحقوقه ومقاوما لهذا الاحتلال دون ان يقبل. وحتى وان فرض عليه بعض المعادلات في عام 93 ضمن اتفاق اوسلو، الا ان الشعب الفلسطيني رفض هذا المقترح وهذا الاتفاق ومضى قدما. يعني هذا ما نراه اليوم في قضيه مقاومه الاحتلال في كل المدن. يعني جنين تقاوم، وطول كرم تقاوم، وسلفيت وقلقيليه تقاوم، ومجموعات في نابلس تقاوم. لم يتبقى من هذه الارض ما يقبل الاحتلال حقيقه، وهذا هو الواقع الحقيقي. حتى وان دخل الاحتلال الى مبنى هنا او الى مدينه هناك، غزه 9 حروب عايشتها منذ عام 2000 اخي عامر، ولا زالت تقاوم، ورأينا منها 7 اكتوبر. المزيد من ممارسات هذا الاحتلال يجعل الشعب الفلسطيني متمسكا اكثر بمقاومته. يعني اريد ان اطلع ايضا على